أننا واثقون من أن هناك قيادة حكيمة وعلى رأسها السيد القائد الخامنئي أطال الله بعمره الشريف قادر على احتواء تلك الأزمة. شاطر إخوتنا في جمهورية إيران الإسلامية أحزانهم بذلك المصاب الجلل والحادثة الأليمة التي أودت بحياة السيد الفاضل العالم الجليل السيد إبراهيم رئيسي ونخبة من القادة الذين كانوا برفقته. وحقيقة عندما نؤبن هذه القامة أنا شخصيا لا أؤبن الفقيد بكونه رئيسا لجمهورية إيران الإسلامية، وإنما أؤبنه بما أنه خادما مخلصا للإمام الثامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان حقيقة مخلصا بخدمته. وللعلم أنه كان من المقرر أن في هذا اليوم الذي يصادف ولادة الإمام الثامن كانت له خفارة خدمة في الحرم الشريف، ولكن القضاء والقدر حال دون ذلك، فكان غزير الدمعة. وحقيقة أنا كنت أتعاطف جدا عندما أسمع بعض مقاطعه وهو يتحدث من الناس مع الناس عندما يقول لهم النجاة كل النجاة عندما نركب سفينة الحسين ولا نجاة بدون الحسين. إذن من هذه الخدمة ومن هذا التواصل ومن هذا الولاء المطلق لآل محمد وجب علينا تأبينه، حيث تأخذ بأعناقنا الروايات المستفيضة أن من أحب عمل قوم أشرك في عملهم ومن أحب قوما حشر معهم. ثم عندما أؤبن أريد أن أكون صادقا مع المعصوم، وأنا أخاطبه عند الزيارة أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إذن هنا تلغى الفواصل ويلغى البعد الزمني والمكاني، وتجمعنا العقيدة ويجمعنا الولاء وتجمعنا محبة محمد وآله الأطهار. أنا أعتقد يعني بتقدير القاصر وإن لم أكن سياسيا أن الجمهورية ستتمكن من احتواء الصدمة إن شاء الله، وتتمكن من تجاوز المحنة، لأنه حقيقة عندما نتلفت إلى وراء خلال عمر الثورة نرى أنها عبرت الكثير من هذه المواقف الحرجة والصعبة جدا ببركات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وبالتأكيد أننا واثقون من أن هناك قيادة حكيمة وعلى رأسها السيد القائد الخامنئي أطال الله بعمره الشريف قادر على احتواء تلك الأزمة.